فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من صلى خلف إمام وكان الإمام يسرع في القيام والركوع والسجود، حيث إنني لا أستطيع أن أقرأ أي شيء، هل يجوز أن أقطع صلاتي معه وهو لم ينتهي بعد وأصلي مع جماعة أخرى؟ لا، أكمل صلاتك، ولكن وإذا أكملت صلاتك معه تنبهه على ما حصل، فإن اعتدل وأتم الصلاة، وإلا التمس إماما آخر صلي معه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.